العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وفي أقل من 24 ساعة أو خلال 24 ساعة، والتوقعات بأن يكون هنالك أيضا أعداد أكثر من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي مع تعمق هذه العملية البرية كما يقول الناطق العسكري. لذلك نحن نرى بأن الرسائل التي تأتي من جانب الساسة والعسكر في إسرائيل تنصب ربما في هذه التوجيهات أو في محاولة لمخاطبة الرأي العام في إسرائيل والحديث عن أن هذه العمليات التي تجري عمليات ضارية، وأن هذه الحرب فرضت على إسرائيل فرضا وهي لم تكن ترغب بهذه الحرب لكن لا مناص منها، وأن إسرائيل ماضية فيها وهي تعرف الأثمان. وعندما يتحدثون عن مسألة الأثمان هم يتحدثون بالفعل عن مسألة القتلى والجرحى، ونحن نتحدث عن مسافات قليلة تمكن ربما الجيش الإسرائيلي من اجتيازها أو التوغل فيها في شمال قطاع غزة، ويواجه بمقاومة عنيفة من جانب الفصائل الفلسطينية في تلك المناطق. وبالتالي نحن نرى أن الرسائل على مدار اليوم هو بأن الجيش الإسرائيلي ماض في هذه العملية وهو يريد أن يعمق هذه العملية، وهو أيضا يعي بأن هذه العملية سوف يترتب عليها أعداد من القتلى والجرحى، والمخاطبة هي بطبيعة الحال أولا وقبل كل شيء للرأي العام الإسرائيلي ليتحضر ليهيئ نفسه بأن المعركة البرية إذا ما تواصلت واستمرت فإن الأعداد سوف ترتفع بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي. وكان هنالك توصيف أيضا في هذا السياق من القناة 12 الإسرائيلية التي حددت طبيعة هذا التقدم حقيقة في داخل قطاع غزة. هي تقول بأن الجيش الإسرائيلي يتقدم في قطاع غزة تماما على نسق أو سرعة الدي 9، أي الجرافات الإسرائيلية التي تتقدم هذه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وهذا يعطينا فكرة عن أن التقدم ربما يكون بالسنتيمتر ومحسوب جدا، وهذا ما كنا نتحدث عنه في الأيام الماضية عن بطء هذه العمليات وعن التقدم الحذر والمدروس، ولكن المرافق أيضا بمظلة جوية وبحرية ومدفعية هائلة، وهذا ما عمليا يوقع الأعداد الكبيرة من الشهداء في صفوف المدنيين الفلسطينيين أيضا في قطاع غزة، تحديدا في المناطق التي تشهد هذه المعارك الضارية في شمال قطاع غزة. ما يجري وما نفهم أنه يجري على الأقل من خلال التوصيفات أو البيانات العسكرية الإسرائيلية وهي شحيحة للغاية، بأن تقدم الجيش الإسرائيلي هو بطيء للغاية وضمن مربعات محدودة، وعندما يشتبه الجنود الإسرائيليون بأي حركة أو بأي موقع ربما تطلق منه النيران أو تطلق منه الصواريخ المضادة للدروع يتم إرسال الإحداثيات حوله إلى الطيران الحرب الإسرائيلي الذي يقوم بقصفه، وأحيانا المسيرات تدخل على خط هذه المواجهة، وأحيانا البحرية الإسرائيلية تدخل على خط هذه المواجهة والمدفعية الإسرائيلية. لذلك التقدم بطيء، ومن الواضح بأنه سوف يستمر على هذا النسق أيضا في قادم الأيام. إلى جانب هذا التطورات أو هذه التطورات في قطاع غزة، مراسل الجزيرة الآن يفيدنا بأن حزب الله يستهدف بثلاثة صواريخ موجهة موقع بياض بليدة الإسرائيلي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. سأتحدث معك عن الجبهة الشمالية، ولكن أنت يعني تعرف جيدا منطقة غلاف غزة. قبل قليل كتائب القسام قالت بأنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه بوابة نسر شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وأيضا قالت بأنها نفذت هجوما داخل موقع أبو مطيبيق العسكري شرق المحافظة الوسطى، وأنها أسقطت برج مراقبة واتصالات. ما الذي نعرفه عن هذه المنطقة وإلى ماذا تؤشر هذه الاشتباكات وإطلاق الصواريخ من كتائب القسام إلى هذه المناطق التي ربما نسمع بها للمرة الأولى؟ هي تعبر عن شيء واحد ربما وهو في غاية الأهمية، هو أن المقاومة الفلسطينية لا تنتظر دخول قوات الجيش الإسرائيلي ربما إلى داخل قطاع غزة، وهي تحاول أن تضرب هذه القوات على التخوم أو عندما يدخلون إلى منطقة السياج الأمني، لأنه واضح بأن هذه المناطق التي تتحدث عنها كتائب القسام هي المناطق التي كانت دوت فيها صافرات الإنذار قبل حوالي ساعة تقريبا في منطقة نيرين وعين نيريم
وعين هشلوشا، وواضح بأن الفصائل الفلسطينية تحاول أن تسدد الضربات أيضا للحشود العسكرية التي ما زالت موجودة كغطاء أو كمؤخرة للجيش الإسرائيلي في منطقة التخوم. ليست كل الأليات بطبيعة الحال تدخل مرة واحدة أو دفعة واحدة إلى داخل القطاع، هنالك عملية كر وفر بين هذه القوات المتوغلة، بعضها يدخل بعضها يخرج للاستراحة، وتدخل بطبيعة الحال دبابات وآليات عسكرية أخرى إلى داخل القطاع، وهذا متعارف عليه ومعروف منذ المواجهات السابقة. لذلك الأهم في كل هذه العمليات هو أن الفصائل الفلسطينية واضح بأنها لا تنتظر حتى دخول القوات الإسرائيلية وتوغلها في داخل قطاع غزة، تحاول أن تسدد ضربات عسكرية للمواقع العسكرية المعروفة والمكشوفة التي كانت الفصائل الفلسطينية وكتائب القسام قد ضربتها في هجومها المباغت والكبير في 7 أكتوبر. شكرا. تحاول ربما تسديد ضربات لهذه المواقع العسكرية الموجودة على السياج الأمني، وكذلك للقوات العسكرية لغرف العمليات والاتصالات الموجودة أيضا على مناطق التخوم.